تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق، إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في قول الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، في موقف عظيم جدا أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنه يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى لآدم: يا آدم أخرج بعث النار، يعني هذول أولادك يلا خلي اللي يروحون للنار يطلعون واللي يروحون الجنة يطلعون. فيقول آدم: يا ربي كم أخرج؟ فيقول: أخرج من كل 1999 إلى النار، واحد بس اللي يروح الجنة واحد. الصحابة خافوا، قال: يا رسول الله وأين ذلك الواحد؟ فقال لهم: إن فيكم يأجوج ومأجوج، ما كانوا في شيء إلا كثروا. ثم وهم في المجلس ينزل الوحي على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيتبسم ويرفع رأسه ويبشر الناس، فيقول لهم: إن الله أوحى إلي أن أمتي ربع أهل الجنة. أنا قبل ما أكمل الحديث أبغى أوضح نقطة معينة. إحنا في ترتيب الأمم آخر أمة، لسنا من الأولين، إحنا آخر أمة. عمرنا في تاريخ البشر الطويل 1400 سنة فقط، ما زلنا يعني عمر بسيط بالنسبة لعشرات آلاف السنين. كم كان على وجه الأرض من البشر؟ خلق لا يعلم بهم إلا الله. إذن نحن كأمة لسنا عدد كبير جدا، لكننا أكثر الفائزين وأكثر الناجين، ولذلك ربع أهل الجنة هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فرح الصحابة واستبشروا بهذا الحديث. شوي نزل الوحي مرة ثانية، رفع رأسه مستبشرا عليه الصلاة والسلام، فقال: ربي أوحى إلي أن أمتي نصف أهل الجنة، نصف الجنة حنا يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وورد في حديث آخر أنه قال أن الجنة 120 صفا، 80 منها أمتي. إذن نحن ثلثي أهل الجنة، نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه العطية عظيمة أعطيت لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. فانظر يا من تتبع هذا النبي العظيم ما هو مقامك. لماذا؟ لأنك تعلمت من حبيبك صلى الله عليه وسلم التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذا التوحيد يقول عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أن أهل التوحيد يوم القيامة بالنسبة لأهل المحشر كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أنت واحد منهم. أرأيت هذا الفضل وهذا المكان؟ لذلك احرص على توحيدك، لا يخدش، لا يخدش توحيدك، وحاول أن تخرج من الدنيا وهو معك، لأنه هو الذي سينجيك بإذن الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعطي الحوض، والحوض هو جزء أو حوض كبير يكون في أرض المحشر، يصب عليه نهر الكوثر الذي في الجنة، كنهر الكوثر للنبي عليه الصلاة والسلام، يصب في حوض، هذا الحوض يشرب منه أفراد أمته في ذلك اليوم الطويل الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق. طيب هو كيف يعرف أمته عليه الصلاة والسلام؟ وهذه من العطايا التي أعطاها الله إياه، يعرفهم، يقول: لو أن خيلا بهم وفيها خير محجلة، يعني لها علامات ما يعرفها من بينها. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فكذلك يعرفنا، يعرفنا من بين الناس أن وجوهنا نور وأيدينا نور وأقدامنا نور، هذا هو الوضوء الذي كنت أنت تتوضأ به. نحن هنا أمام هذه العطية العظيمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تخلد في النار،
أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلثي أهل الجنة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أصحاب الشفاعة العظمى، أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يشربون من الحوض، أمة محمد هم الذين فيهم الذين يستظلون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. كل هذه العطايا أعطاها الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لمن عاش على سنته ومات على سنته. لماذا؟ لأنه وهو في الحوض يشوف أمته المتوضئون فيناديهم، فالملائكة تقف بينه وبينهم فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذول اللي بدلوا واللي غيروا واللي ضاعت حياتهم في المقابر واللي ضاعت حياتهم في الخداع واللي ضاعت حياتهم في ترك الطاعات، فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا. فانتبه أن تكون منهم وسر على منهجه. اللهم اجعلنا من أحبابه. السلام عليكم ورحمة الله. تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟